مساكم الله بالخير. لاحظت ان اكثر من واحد اكثر من مره يتردد على المركزي باكثر من قضيه. معنا اليوم شاب حكم عليه بالسابق مواقعه دون اكراه وترصد. خلنا نسمع منه تفاصيل القضيه. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. شنو قضيتك؟ شو اللي جابك هني اول مره؟ اول مره مواقعه دون اكراه وترصد، واحده من الشارع تعرفت وانا صبي صغير. شلون تعرفت عليها؟ من الشارع، هي وامها. تعرفت عليها قدام امها. مشت الايام وامها كانت تجيبها عندي. طلعها معاي. كنت تطلع معاهم وانا معاهم. والاخير هم قاعد يرسمون علي وانا ما ادري. كم سنه يعني هالحوارات؟ اشهر شهرين. رسموا علي وانا ما ادري، وطلبوا علي. لفقوا لي سالفه انا بغنى عنها. اشتكوا علي. الام اشتكت علي. وقالت اني انا خاطف البنت، وللعلم ان هي اللي كانت تجيب لي اياها. عندك شهود ان الام كانت تجيبها؟ عندي كانت شهود. زين. صارت القضيه وما كان عندي اي مشكله اني اتزوج. وقلت بتزوج. بس حطوا لي شروط تعجيزيه. مثل؟ يبون 10 مقدم و20 مؤخر، ويبون شقه، ويبون عرس، ويبون شبكه، ويبون معاش شهريا 150 دينار. هذا ما يبونه بالكلام، يبونه كله موثق للمحكمه. وانا اهلي ما كانوا راضين على السالفه كلها، لانهم اهل سوابق. وانا والله ما كانت ولا سابق كانت عندي. قدموا حياتي. قدموا مستقبلي كله. اللي بنيته كله راح من سبتها. بس غلط انا تغلطته تحملته. دخلتي الثانيه هذه ما لي اي ذنب فيها. خلينا نتكلم بس دخلتك الاولى عقبها كم من حكم؟ حكمت 5 سنين. طبعا اول مره تدش وتشوف السجن خفت، شفت الوضع مريب، الاشكال، الحديد، الناس الموجوده. ما كنت اتصور اني انا بقعد هني 5 سنين. قاعد يمر عليك يعني رمضان عيد عيد رمضان عيد عيد رمضان وانت ما تشوف. انت تهدم، اتهدم يوم بعد يوم، دقيقه بعد دقيقه اتهدم. وانا مو تحت ظل ابوي او اخواني. والحمد لله على كل. طلعت وضبطت اموري والحمد لله. مشيت تحت الطوفه. خفت حتى من ظل. والحين انا موجود والله وبالله وماني مجبورني انا احلف لك. ان لا ببطني ولا بظهري السالفه. واحدة مشتكي عليك انك انت سابها ومصرخ عليها قدام الناس. من هي؟ والله ما ادري. هذا انا موجود قدامك. ايش كثر صار لك على القضية الثانية؟ صار لي 15 وباقي لي 15. ايش ناوي تسوي؟ ابي اعيش حالي على اي انسان يدور السلامة. كاف خير شاء الله ما يبي اي احد، ما يبي شيء من احد. يبي يرجع بالليل يحط راسه وينام. ويقعد الصبح يباشر شغله. عيش على حاله اي انسان عايش ما يبي شيء. اهلك يتواصلون معك؟ الحمد لله. يزورونك؟ الحمد لله. منو اللي يلك؟ ابوي الله يطول بعمره. بس اخوانك ممنوع خواتي من المكان هذا. ما تبيهم يوم؟ مستحيل اخليهم يدشون المكان هذا. نتمنى يكون لك درس. يعني القضيه الثانيه احنا ما نتكلم عن القضيه الاولى اللي هي أصعب واللي أنت مقر أنك أنت يعني ارتكبتها. تكون لك درس ما تكرر مثلها أو شبيهة لها. هذا شيء أكيد. هذا شيء أكيد. ولما طلعت كفيت هاي شري، ما لي شغل لأحد. ولا لي صوب أحد. صرت بروحي. خفت من أي أحد، خفت من نفسي على نفسي. خفت منها. عاشت الدنيا كلها صرت بروحي. قدر الله ما شاء فعل. تصلي؟ الحمد لله. ملتزم؟ اللهم لك الحمد. تغيرت بالسجن هنا، تغيرت الى الاحسن؟ لابد، لاني كل يوم احاسب نفسي على شغلات مسويها من قبل بيني وبين نفسي.
وعاقد عاقب نفسي. حتى وانا بهالمكان عاقب نفسي، علاش شغلات قديمة؟ عشان لا اكررها ثاني مرة.